الدولة الأموية بتعتبر من أهم الدول في التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي، ولكن في ناس كتير بتنظر للدولة الأموية نظرة مثالية وإن هي دولة يعني فيها كل الحسنات وكل ما هو جيد وهو طيب، بينما في ناس تانية بتنظر ليها نظرة سلبية وإن هي كانت دولة الظلم والجور. النهاردة بقى هنقولك الدولة الأموية ظالمة وهي مظلومة، هنقولك إيجابياتها وسلبياتها بمنتهى الحيادية، وفي النهاية القرار ليك. لو عايز تعرف كل ده تابع معانا. أول حاجة نبدأ بالإيجابيات. الدولة الأموية بشكل أو بآخر هي دولة الفتوحات ودولة التوسع، يعني أراضي زي شمال أفريقيا، الأندلس، جنوب فرنسا، مناطق في خراسان اللي هي النهاردة أفغانستان، مناطق بلاد الترك اللي هي مناطق المسلمين في وسط آسيا، تركمانستان، قرغستان، أوزبكستان، كل المناطق دي فتحت في عهد الأمويين، بالإضافة إلى حتت إلى مناطق زي باكستان وشمال الهند. كل المناطق دي فتحت في عهد الأمويين، الأمويين اللي حاصروا القسطنطينية أكثر من مرة وحاولوا إن هم يفتحوها. وكمان مهم، شيء مهم جدا في الأمويين، إن يوية الدولة الأموية ممكن كان اللغة العربية اندثرت أو بقت زي اللغة اللاتينية، لغة محدش بيكتب بيها، محدش بيستعملها، ولكن موجود بيها بس القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لأن الدولة الأموية هي اللي عربت الدواوين. الخطوة دي إحنا بنمر عليها مرور الكرام، ولكن هي خطوة في منتهى الأهمية، لأن هي جعلت الكيان أو الجهاز الإداري في دولة بالامتداد اللي إحنا قلناه ده كلها تكتب وتتكلم عربي. الشخص اللي مش عربي في الدول دي كان لازم عليه عشان يتعامل مع أجهزة الدولة، وإن هو سواء إن هو يشتغل جوه أحد أجهزة الدولة دي أو إن هو يتعامل معاها يعرف عربي. عشان كده تعريب الدواوين ده يمكن يجعل بشكل أو بآخر حدود الدولة أو الدولة من امتدادها من المغرب إلى منطقة إلى ناحية فارس، المنطقة دي كلها منطقة عربية. كان أحد أسباب إن المنطقة دي تبقى منطقة عربية هو خطوة تعريب الدواوين، لأن هي جعلت أول حاجة للعرب هوية، تاني حاجة إن أصبح ناس كتير مش من غير العرب عايزين إن هما يتعلموا عربي. الخطوة دي تباهى بعد كده إن بدأ يبقى في حضارة إسلامية وحضارة عربية، فبقت بالإضافة إنها لغة الدولة بقت لغة العلم، بس سبق إنها تبقى لغة العلم كانت لغة الدولة أولا. وكمان في الدولة الأموية ظهر شخصيات عرفت بالعدل زي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ولحد النهاردة بيضرب بالسنتين اللي حكمهم المثل. كمان الدولة دي هي اللي وحدت العالم الإسلامي، ومع انتهاء الدولة الأموية وسقوطها في يد العباسيين حصل أول انشقاق حقيقي في العالم الإسلامي بانفصال الأندلس، ولكن الدولة دي واجهت فتنتين، الفتنة الكبرى الأولى والفتنة الكبرى الثانية. بغض النظر عن الوسائل اللي كانت والأهداف وما إلى ذلك، ولكن في النهاية حصل بعد الفتنة الكبرى الأولى والثانية توحيد للدولة، ما بقاش كل منطقة وإقليم لوحده. دي كانت إيجابيات الدولة. طب الوقت بقى نبص على السلبيات. لو جيت تقارنها بالدولة التي سبقتها وهي الخلافة الراشدة فأكيد هتكون أسوأ. وكمان من سلبيات الدولة دي، فالدولة دي هي اللي ظهر فيها شخصيات زي الحجاج اللي قصف الكعبة، ارتكب كل ما يمكن ارتكابه من واللي أخد الناس بالشدة وعرف عنه حاجات سيئة كتير. وكمان الدولة الأموية من تأسيسها فهي عندها مشكلة مع آل البيت. المشكلة دي ساعات كانت بتبقى مشكلة واضحة وظاهرة وحروب، يعني مثلا تلاقي إن في عهد في تلاقي إن معاوية بن أبي سفيان أول خليفة أموي حارب الإمام علي، تلاقي مثلا إن في عهد يزيد بن معاوية واستشهد الإمام الحسين. الأمر ده اللي أدى في النهاية إلى سقوط الدولة الأموية على يد فرع من آل بيت النبي وهم العباسيين. وكمان من سلبيات الدولة الأموية إنها كانت دولة عربية أو دولة للعرب فقط. إحنا قلنا إن ده من إيجابياتها، إن هي يمكن هي اللي رسخت
اللغة العربية، ولكن كونها إن هي دولة للعرب فقط، أي العرب فقط هم من ينطقون فيها المناصب القيادية ما عدا حياة نادرة، الأمر ده جعل من غير العرب يحسوا إن هم مظلومين، عشان الناس دي ما تمش استيعابهم داخل حدود الدولة الأموية. فالأمر ده جعل إن كتير من حركات التمرد على الدولة الأموية يقوم بيها غير العرب، والعرب لوحدهم على المساحة الكبيرة دي زي ما قلنا من حدود الصين إلى حدود باريس والأندلس، فالعرب ما يقدروش يسيطروا لوحدهم على المنطقة دي. كون الدولة دي كانت دولة عربية فقط فده شكل عبء على الدولة أدى لانهيارها في الآخر، لأن الدعوة العباسية اللي قضت على الأمويين كان أغلب المتابعين ليها على الأقل في الأول كانوا من الفرس ومن الأعاجم، واللي دعاهم للانضمام للعباسيين هو الإحساس بالغبن من العرب، واستغل الموضوع ده شخصيات زي أبو مسلم الخراساني. طبعا إحنا حاولنا نتكلم بحيادية كبيرة، بنسعد بآرائكم ما دام مكتوبة بصورة يعني كويسة وما فيش فيها أي يعني أسلوب مش كويس. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم وفادتكم.